حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الأمريكية واشنطن بمناسبة استضافة قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تعقد تزامنا مع الذكرى 75 لتأسيس الحلف. كما حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه بهذه المناسبة مع السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان المرأة والسلام والأمن بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء والمدعوين.